في 8 مارس من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة تخليداً للإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على مستوى العالم. وتعود فكرة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة لعام 1945، والذي شهد انعقاد أول مؤتمر للاتحاد النسوي العالمي في باريس، غير أن تخصيص هذا اليوم كعيد عالمي للمرأة لم يتم إلا بعد سنوات من هذا العام، إذ أن منظمة الأمم المتحدة لم توافق على تبني تلك المناسبة سوى عام 1977، عندما أصدرت المنظمة الدولية قراراً يدعو دول العالم لاعتماد أي يوم من أيام السنة يختارونه للاحتفال بالمرأة. فقررت غالبية الدول اختيار 8 مارس ليكون رمزاً لنضال المرأة وتقديراً لدورها في المجتمع. أما عن اختيار اليوم، فيؤكد عدد من المؤرخين أن عام 1856 شهد خروج آلاف النساء للاحتجاج في شوارع نيويورك على الظروف اللا إنسانية في العمل. ورغم أن الشرطة تدخلت بطريقة وحشية لتفريق المتظاهرات، إلا أن المسيرة نجحت في دفع المسؤولين لطرح مشكلة المرأة العاملة في جداول الأعمال اليومية. وفي 8 مارس عام 1908 عادت الآلاف من عاملات النسيج للتظاهر من جديد في شوارع نيويورك، وحملنا قطعاً من الخبز اليابس وباقات من الأزهار رمزاً لمعاناة المرأة. ولذا تم تخصيص 8 مارس يوماً للاحتفال باليوم العالمي للمرأة. وتحتفل الجزائر أيضاً في هذا اليوم بالمرأة الجزائرية تقديراً لدورها الوطني والاجتماعي في تاريخ الجزائر، إذ سطرت المرأة الجزائرية تاريخاً ساطعاً في النضال الوطني والتحرر والتقدم، كما سجلت آلاف السيدات أسماءهن بأحرف من ذهب في سجل الكفاح والنضال من أجل توفير حياة كريمة لأسرهن. وكانت المرأة الجزائرية على مر العصور نموذجاً في تحدي أصعب الظروف وقهر المستحيل، وهي كانت البطل الذي يضحي بالكثير من أجل أن يهب الحياة للآخرين.